شكرا ليك يا كابتن. طيب كابتن، احنا هنبدا هنتكلم في كلام كتير قوي وعن النادي الاهلي وكل حاجه، بس هنبدا من حضرتك لما بدات كلاعب في النادي الاهلي، فتره النادي الاهلي دي وازاي جت انضمامك للنادي الاهلي. وقتها كان في عرضين يا كابتن صح؟ عرض من الاهلي وعرض من الزمالك. كان في وقتها يعني انا كنت طبعا في احد يعني كنت في محافظه كفر الشيخ في قريه الزعفران، بدات يعني بلعب فيها كره حوالي سنتين كده في البدايه. وبعدين كان في نادي الزمالك كان بيلعب مباراه عندنا بفرقه ال 20 سنه، وكان مدربها وقتها الكابتن حلمي طولان، وخدني من ايدي كابتن مصطفى عيسى كان المدير الفني وقتها للفرقه اللي كنت بلعب فيها في نادي الزعفران، ودخل على المدير الفني وقال له ده جون عنده 12 سنه، وكنت انا بقى ما شاء يعني كنت انا طويل يعني وكده وقتها. فجي عرض الموضوع على نادي الزمالك، ووقتها تقريبا كابتن حلمي سافر السعوديه، كان عقد خليجي كده. وبعدين بقى النادي الاهلي كتب في الجرايد ان انا الزمالك بيفاوضني ومش عارف ايه، فكابتن مصطفى حسين الله يرحمه طبعا ابو الاشبال في النادي الاهلي عرف بالموضوع ده، فبعت جواب عندنا للبلد وعايزين نلعب معاكم مباراه في النادي الاهلي، وهنتحمل بقى تكاليف الاقامه والسفر وكده، وهنتغدى في النادي الاهلي وكده. فجيت فعلا النادي الاهلي لعبنا مباراه، المباراه ديت كانت سبب رئيسي في ان انا يعني يبقى اخلص مع النادي الاهلي يعني. وانا طبعا طول عمري انا بحب النادي الاهلي جدا يعني من صغري، كان يعني حلم يا كابتن طبعا حضرتك. بالنسبه لي حلم حلم كبير جدا جدا يعني ان انا موجود في النادي الاهلي، وبعدين يعني ابدا بقى خطوات يعني انا عندي 12 سنه ربنا اكرمني واشتغلت بقى مع النادي الاهلي. انا يعني اقول باختصار يعني انت عارف عشان نحكي القصه بتاخد وقت طويل شويه، براحتك. انا بدات وانا عندي 12 سنه في النادي الاهلي، ربنا اكرمني لعبت في قطاع الناشئين فتره كبيره، وبعدين اتصعدت للفريق الاول. التالق في قطاع الناشئين ده فرق مع حضرتك جدا؟ طبعا مفيش كلام طبعا، يعني انا اشتغلت في النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك فتره كبيره، وبعدين كمان بقى كنت بتصعد مع الفريق الاول وانا سني صغير، كان سني وقتها 16 سنه او اقل من 16 سنه كمان. طب هو يا كابتن معلش من البدايه ازاي عرفت ان انت ده المركز بتاعك؟ يعني لما كنتوا بتلعبوا كوره كده في الشارع وانتوا صغيرين، انا بروح دايما للحته دي. ليه حراسه المرمى؟ ازاي اخترتها؟ ازاي عرفت ان هي دي اكتر حته انت شاطر فيها من وانت طفل صغير؟ انا يعني بتستهويني حراسه المرمى، انا كنت زمان قوي بحب، كنت بتفرج على كابتن شوبير الامانه يعني هو مثل اعلى في حراسه المرمى يعني. فكان دايما انا بحب حراسه المرمى قوي يعني، دايما لما بنيجي نلعب في الشارع زي ما حضرتك بتقولي كده دايما انا ارجع ايه لورا، ما بحبش يعني ما بحبش اروح ناحيه الهجوميه او نص الملعب او كده، فارجع لورا بحيث ان لو وقفت رجعت ورا ووقفت جون يعني هقدر ايه هبقى يعني هشيل جوان يعني فرقتي هتكسب من خلال وانا واقف ورا، طلعت قدام دي هتبقى بالنسبه لي مش الموضوع ده مش شاغلني قوي، شاغلني ان انا ارجع ورا وان انا اقف جون. وانا صغير بقى وانا عندي 10 سنين و11 سنه وانا صغير بحب اقف جون قوي، فبدات بقى اقف جون كده يعني كنا بنطلع من المدرسه نحط الشنط بنعملها قائمين الشنط بتاعتنا ونعمل تقسيمه بيننا وبين بعض ونلعب بعد ما نخلص المدرسه وبعدين نروح، فدايما اقف جون. من هنا بدات يعني احب قوي موضوع حراسه المرمى ده. وبعدين لما عملوا اختبارات في نادي الزعفران وقتها، فطبعا ايه كانت في ناس بتشوفني وانا بلعب بقى من زي ما بقول لحضرتك كده بعد ما نطلع من المدرسه، فبعتوا لي جواب على النادي احنا هيتعمل اختبارات في النادي، فرحت عملت اختبارات وربنا اكرمني وقابلت في الاختبارات يعني. حوالي سنتين في النادي في الزعفران. وبعد السنتين دول بقى ايه زي ما قلت لحضرتك كده جينا لعبنا مباراه في النادي الاهلي، وكنا بنلعب مباراه كان وقتها المدير الفني لفريق الشباب في الفتره دي كان الكابتن انور سلام مع النادي الاهلي. تعادلنا 0-0 في النادي الاهلي. تخيلي بقى فرقه جايه من يعني فريق درجه ثانيه درجه ثالثه في الزعفران بتيجي تلعب في النادي الاهلي في الملعب الفرعي بتاع النادي، كان في الجزيره كان في ملعبين، الملعب الرئيسي دلوقتي وكان في ملعب فرعي ثاني بس دلوقتي بقى اتعمل جنينه بقى خلاص. الملعب ده احنا لعبنا عليه المباراه، تعادلنا 0-0 مع فرقه من النادي الاهلي، دي كانت بالنسبه لنا يعني حاجه يعني حاجه كويسه قوي ان فرقه جايه من كفر الشيخ من درجه ثالثه بتعادل مع النادي الاهلي في النادي الاهلي. من وقتها بقى كابتن مصطفى حسين طبعا اتفرج على المباراه، كان في تقرير بقى بيتاخد من المدير الفني اللي كان موجود ماسك الاهلي وقتها كان اللي هو تحت 14 سنه كان الكابتن عبد الرحيم حسن وكان الكابتن ماجد مصطفى. كابتن ماجد مصطفى كان وقتها هو المسؤول عن الفرقه ديت مع كابتن عبد الرحيم حسن، واول تمرين اتمرنتها مع الكابتن ماجد مصطفى وهو اللي ادى تعريف عن الكابتن مصطفى حسين. بدا يجيب كور ويشوط عليا من بره 18 مع كابتن عبد الرحيم، والحمد لله يعني وقتها كابتن ماجد مصطفى حتى هو بيفكرني على طول بالموقف ده يعني دايما لما الموقف ده من يعني حابب اقول لحضرتك كده سنه 85 يعني بقى له فتره كبيره يعني انا عجوز يعني مش لا 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 ازاي ربنا يديك الصحه وطول العمر يا كابتن.